تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الليلة ليلة ما أروعها وما أجملها وما أبهاها وما أعطاها، ليلة منيرة بنور الإيمان في قلوبكم، ليلة مشرقة بإشراقة وجوهكم، ليلة يلتقي فيها القادة، قادة العلم والدعوة والتربية والفكر في محمل تربوي متميز، وملتقى شبابي رائع أهدافه سامية. الحزن تولى والقلب تولى والعين ما أنبأت في رؤياكما، الحزن تولى والقلب تولى والعين ما أنبأت في رؤياكما، أهلا صحبي هذا يحلو عيش فينا لحياكم هوانا يهوي رضي الله عنه مرفوعا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن هذا المنطلق النبي أتقدم باسمي وباسم أهالي حي الزاهر بأرق وأجمل عبارات الشكر والعرفان لكافة السواعد الشابة الخيرة التي سخرت جهدها ووقتها لإقامة وخدمة المخيم الشباب الزاهر ببرامجه وأنشطته المختلفة، والتي بعون الله سوف يكون لها الأثر النافع في تجسيد روابط المحبة والإخاء والتعاون على البر والتقوى. ملتقيات هذه بالنسبة للشباب في الحقيقة عبارة عن محاضن مهمة جدا لا بد من العناية التامة بها على غرار هذه العناية التي يوليها ملتقى الزاهر بهذا الملتقى الذي يعتبره من أوائل الملتقيات وأكثرها ترتيبا وتنظيما بإذن الله تعالى، لأن أثرها بإذن الله مبارك، ونسأل الله أن يوفقهم ويبارك لهم في أهلهم ومالهم على ما يبذلون من وقتهم ومن جهدهم ومن مالهم. الأمة